حبايب، قبل ما تبتدي الحلقة بدي أذكركم أنه في حلقة تانية صارت جاهزة على قناة حسن ليدر. بعد ما تنتهي هاي الحلقة فوتوا احضروها مباشرة وعطونا رأيكم بالتعليقات. وهلا بقولكم مشاهدة ممتعة. ولك يلا خلصني بقى، طلعت نتيجة ولا لسه ما طلعت؟ ما طلعت لسه عمي، ما طلع شيء يعني، ما طلع والله؟ ايه؟ هي قاعدة، هي قاعدة لك هون لأشوف طالع النتيجة انت لأشوف. ايش بده هاد هلا كمان هلا وقته؟ الو ابدا لك طلعت النتائج وانت رسبت بخمس مواد. نعم شو؟ عن جد نجحت انا؟ عن جد نجحت؟ لك ايش هالغبي هاد؟ لك يا والع بقلك سقطت بخمس مواد؟ عن جد نجحت امي؟ امي والله نجحت فاني مصدق امي. شو؟ صلاة محمد تحكي عن جد؟ الله اكبر الله اكبر. عباد النجاح عباد النجاح والله نجحت نجحت انا نجحت عباد النجاح عبادة نجح يا ناس عبادة نجح يا عالم والله ما ينفتح نجح والله نجح الله يوفقني انا ايش عملت اخذتك كذبت اقسم بالله امي اذا بتدري هلا انا انتهيت اخ الله لا يوفقك صوت العب والله لاما نجح جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا هاي ليه ما حطيتها الاول ليه ما حطيتها الاول مالي لا لك ليش ما حطيتها الاول ايش بدي احطها الاول لك ليش ما حطيتها الاول ادق ادق على ابو عباد اخبره لحظه الو الو ولا ابو عباد عباد نجح نجح ايش فيه عن جاب تحكي ايش صاير صلاة محمد لا اله الا الله لقب نجح نعم عجبتني كمان نجح اختصت الناني تا ورحت قولك ايه مثل ما عم بقولك امليلا عبادة نجح 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 واخيرا نجح قولي انا لازم اضب اغراضي واهرب من البيت بسرعة ما يجي ابوي اذا بيكشفني خالص انا امي هاتي لي بشارة عبادة نجح الف الحمد لله يا رب والله نجح ولك وينك قد ايه وينك انت وينك لك انا بالبنايه المهجوره على راس الشارع لك عم بدي اقول له لابني تليفونه مطفي انا عم بدي اقول لك كمان تليفونه مطفي ما عم برد ايش بدنا نعمل بلشت تشك بالموضوع انا هون ليش ما عم برد ليه ما عم برد طب ضايع اقول لك هن مو بمدرسه المدرسه خلص امشي نروح على المدرسه نسال عليهم بس على نتائجهم يعني؟ لك شلون؟ شلون بدنا نروح؟ لكن نروح بسيارتك ما فيها بنزين من يوم يومك كحتة منروح بسيارتي امشي خلص يلا ركز بعد ايش طالعك ايش بعرفني؟ ما لقيت غير هالمكان اتخبى فيه علي حلال ابوي عم دور علي ليش انت بكم بدي ساقط؟ انا؟ ساقطت بثلاث مواد والله يا حقير بدرس من ورا ظهري؟ شلون انت بس قطت بثلاث مواد وانا بخمسه مع انه يعني كل شيء من بعض؟ والله انت هيك الهمه علي الحلال اللي تبهدل لا تشحطنا الكليب اذا قلت على هيك بس طالع لعندك طلع طلع خلصنا طلع حقير اللي عندي رح طلع ساقط بخمس مواد ليش انا اللي عندي احسن؟ رسبان بثلاث مواد اليوم ما لازم اخليهم عايشين انت بدك تربى اليوم امشي من يوم يوم اترني افتح لك لك يلا يلا حرطوا لك الجرس ايش بكون اهلا وسهلا بالمصطيف تفضلي تفضلي شلونكم يا جماعه ان شاء الله بخير والله الحمد لله الجامعه معك هاي الشرنه مين ترنه يا شاضومه اسعيلي هيك لاشوف مين ترنه ولا شاضومه مين ترنه لك بتطلعي 60 شاضومه بتطلع بتجي عندها طولوا بالك كنت بتجي عندها نفس المشكله هذا من نوعك يخرب بيتك من حالك طب جايين احنا مش يا جماعه طولوا بالكم يخرب بيتك اذا بتنطقي هي اللي بلشتها هي اللي بلشتي هي اللي بلشتي هي اللي بلشتها حقوني يا جماعه حقوني حقيقي وحيد
عبالكم نحن جايين هون حق مشكلة ما نجي نتيتا ما شفتيها اللي بلشت بالأوام مجمعة أنت الله يرضى عليك إيش في إيش في إيش في بس فهموني إيش المشكلة ابني المغضوب سقط بأربع مواد شو؟ الله لا يوفقك على الخبرية إذا ابنك سقط بأربع مواد معناته ابني كمان سقط لأنه بيركين جنب بعض وبتنقلوا كل شيء من بعض إلا أنا الحمد لله رب العالمين ابني نجح وجاب العلامات التامة وش هالثقة اللي عندك انت من وين جايبتيها؟ بعدين ابنك ما قابلنا بالمدرسة اكيد بكون صاد بكم مادة يخرب بيتك شايف المكيودة؟ خمسة وخميسة بعيوني قلت لك ابني نجح وجاب العلامات التامة يا مريوزة يا ستي ابنك رسب وانا متأكد ابدا حتى ابنك صاد بخمس مواد هلا ابني خبرني وابني هزم البيت خاف يخبرك قدر تحكي لا انت ايش عم تقولي مستحيل وين موبايلي اعطوني موبايل هذول ابو بدر اتاكد منه علينا اخبرك والله الادمي هالهنديجه جايبه والله الادمي حلال اذا بمسكه لشقه شوفتي خليني اشوفه بس خليني اشوفه والله بس انا ابني يرسب انا ابني يرسب يخرب دياره الو يخرب دياره الو لا تتصلي علي منو منو لا تتصلي علي ترى الخبر صح يخرب بيته من حاله والله صح انا قلت لك من عينه لك انا منك من عينك ابو شريك هي ما قاعدة هون ها لازم دبرنا مكان نهرب عليه بسرعه انا برايي اول شيء واهم شيء لازم نلاقي مكان ننام فيه بس انا بعرف وين نروح تمام وين لحظه اتذكر سي هذا هو انت يعني شنو عم تقولك ايرو يا زلمه شو هاد؟ جابوا هدول وليه؟ قولي قولي تبسطوا شافونا ايش اللي عمل هلا؟ انا اللي بعرف تعرف ترقد؟ بعرف قوم الحاني حاني يا جماعه بوقف هذا الحاني لقيت حدا ابو عبادة؟ طبعا انا اللي لقيته لها الحقير احكي شوفوا له وين في احد انا ما بفتوت عارفيني وينه؟ هو بالطابق التحتاني بالطابق التحتاني يلا خليك ماسكه انا رايح له الهدف يلا بسرعة ردي ايش اللي سايب فيهم هدول يا جماعه؟ ايش اللي سايب فيهم؟ انا برايي بما انه اجوا على جريهم لهون بنربطهم هون وبنتركهم وانت قلت لها تعال اجوك الله هيك مبسوط الله يوفقك الله يوفقك وين راحوا؟ ما عرفت يتركونا هون؟ شو بدنا نتركهم مربطين يا جماعه؟ لك اتركهم خليه يتربوا سيارة مشيت وليه؟